بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. بنعمه الله هنكمل النهارده الموضوع الاخير اللي هندرسه في هذا الترم في ماده اللاهوت العقيدي، وهو عقيدة الحياة الآخرة والأبدية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هذه العقيدة وكيف أن الله وضعها في قلب الإنسان قبل أن يتحدث عنها من خلال الوحي الإلهي. وفي آية جميلة ذكرناها وردت في سفر الجامعة، يقول جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. وده بيفسر لنا إزاي إن البشرية حتى البعيدين عن الله ومعرفته منذ القديم كان عندهم طوق وشوق إلى الأبدية. وذكرنا أمثلة كتيرة لبعض الفلاسفة ودينا أمثلة قوية من أجدادنا قدماء المصريين إزاي كانوا بيهتموا بما بعد الموت، حتى إن معظم الآثار اللي موجودة هي عبارة عن قبور ومعابد. وشرحنا بالتفصيل إزاي كانوا بيجهزوا كل حاجة على اعتبار إن الإنسان هيعود للحياة أو يستأنف حياته في الجسد مرة أخرى. وقلنا ان رحلة الانسان، اذا حبينا نتكلم عن الابدية بالنسبة للانسان، فرحلته بتبدأ من بدء تكوينه. الله وضع قانون طبيعي لكيفية وجود الانسان او خلقه بعد ما خلق ادم وحواء. القانون الطبيعي انه بالتزاوج بتتكون الخلية الاولى للانسان اللي هي الزيجوت. هذه الخلية نصها من الام ونصها من الاب، وتبدأ الخلية دي في النمو تكون الجنين، تبدأ يكتمل نموه بالأعضاء المختلفة، وفي لحظة ما لا يعلمها أحد بتتحد الروح بالجسد المتكون. لأن الطبيعة البشرية عبارة عن روح وجسد، وكيف تتحد الروح بالجسد ومتى؟ شرحنا ثلاث نظريات المرة اللي فاتت. قلنا ان في نظرية بتقول بالوراثة، ان الانسان بياخدها من ابوه وامه. في نظرية تاني تقول بالخلق المسبق، ان ربنا خلق الارواح بتاع البشر كلها، وبعد كده لما بيتكون كل إنسان على حد مجرد يكتمل نمو جسده تتحد بيه الروح الخاصة بيه. وفي نظرية تالتة، ودي اللي هي بيؤمن بيها أو آباء كنيستنا وبيقبلوها أكتر،
وهي إعطاء الروح من الله خلقها مع كل إنسان على حدة. لكن يبقى السؤال، متى وكيف تتحد الروح بالجسد؟ محدش يعرف. في بيقولوا بعد 40 يوم، في بيقولوا بعد ما بتكتمل نمو الأعضاء، كلها نظريات لا أحد يعلم على وجه اليقين، ويبقى الأمر سر. لكن في كل الأحوال دي بداية الرحلة، يظل الإنسان عايش في رحلة حياته في الجسد على الأرض. طبعا ربنا خلق الإنسان زي ما قلنا المرة اللي فاتت لكي يحيا لا ليموت، ولكن لما دخل الموت إلى العالم زي ما بنصلي في القداس، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس وسقط الإنسان، وربنا كان أصدر أمر ووصية لآدم وحواء، يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت. فلما آدم أكل قال له من التراب وإلى التراب تعود، ومن ثم أصبح الإنسان بعد أن دخل الموت بتفضل رحلة حياته في الأرض تطول أو تقصر، تظل الروح متحدة بالجسد الإنساني. وربنا وضع قانون زي ما حط قانون لبداية الإنسان لولادته، في قانون آخر لنهايته، فتظل الروح متحدة بالجسد طالما الجسد صحيحا. طول ما هو سليم وصحيح يظل الروح متحدة به، إلى أن تأتي لحظة الجسد ده يتلف وتفشل محاولات إصلاحه أو علاجه، فهنا بتفرق الروح. وطبعا الحاجات دي كلها بترتيب إلهي وبعلم سابق لله، تفارق الروح الجسد. الجسد بيرجع للتراب، بيدفن ويتحط في التراب في الأرض زي اللي من التراب وإلى التراب تعود، ولكن الروح بقى بتنطلق من هذا الجسد. ولكن إلى أين؟ قلنا المرة اللي فاتت إن يبقى في مرحلة انتظار. مرحلة الانتظار دهيت بعد أن أخطأ الإنسان، ما كانش فيه غير الجحيم أو الهاوية. كل البشر اللي يموتوا قبل مجيء المسيح له المجد كان يروحوا الجحيم أو الهاوية، والكتاب أشار لذلك في مواضع عديدة. يعقوب أبو الأزباط لما جم قالوا له على يوسف علق، قال تنزلون بشيبتي بحزن إلى الهاوية. داود النبي يقول مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم من بعد أمجادهم، يبلى في الهاوية جمالهم، أما أنا فإن الله يفدي نفسي من يد الهاوية حين يلقاني.
فهنا بيتكلم عن الأبرار اللي هم بيروحوا الهاوية ومنتظرين الفداء. هنا قالها صراحة: أما أنا فإن الله يفدي نفسي. وده اللي عمله السيد المسيح على الصليب. ده في مزمور 49. في مزمور 107 يقول: ثم صرخوا للرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم وأخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديد. ودي اللي بنقولها في كل الصفوف السمائيين، ما بنقول يعني ايه ازاي كسر النحاس والحديد. طبعا ظل الانسان في النفوس البشر كلها او ارواحها تروح الجحيم ابرار واشرار الى ان جاء ملء الزمان وتجسد أقنوم الكلمة، الله ظهر في الجسد زي ما احنا درسنا في عقيدة الفداء وعقيدة التجسد ليفدي الإنسان. والشاطر فيكم يفتكر لما شرحنا ايه اللي تم في الفداء عند صلب السيد المسيح، وفي اللحظة اللي قال فيها: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فالمسيح له المجد، هو الإله المتجسد أو المتأنس، اللاهوت متحد بالناسوت. الناسوت عبارة عن روح وجسد. فعلى الصليب الروح فرقت الجسد لكن ظلت متحدة باللاهوت، يعني اللاهوت فيه الروح والجسد متحدين. روح السيد المسيح الإنسانية متحدة باللاهوت نزل إلى الجحيم وفك قيود الأبرار المزبيين الذين كانوا في السبي زي ما بيقول الكتاب، ونقلهم في الفردوس. عرفنا منين الحاجات دي؟ الكتاب وصفها لنا. معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ الصعد إلى العلا أو العلاء، الصعد إلى العلاء السبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وأما أنه صعد إلا أنه نزل أولا أقسام الأرض السفلى اللي هي الجحيم. فهو نزل الجحيم سبى الأبرار وبقى ليهم كرامات، اللي هو يقول أعطى الناس عطايا. ومعلمنا بطرس الرسول يقول: الذي فيه روح المسيح المحي، يعني اللي هو بيقصد فيه، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. ودي أولاد اللي بيعبر عنه تمثيلية القيامة في ليلة عيد القيامة. بيحصل ايه عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه او ايه اللي بيتم؟ تلاقوا الكنيسة كلها في لحظة معينة تطفئ الانوار كلها، اشارة الى ظلمة الجحيم اللي كان فيها
زي ما بأيوب الصديق بيقول: أذهب إلى أرض ظلمة وظل الموت، أرض ظلام مثل دجى، ظل الموت وبلا ترتيب، وإشراقها كالدجى، يعني إشراقها ظلمة حالكة. وبعدين بيتقال بقى تمثيلية القيامة دهيت، اللي واقفين بره يقول: افتحوا أيها الملوك أبوابكم أو الرؤساء، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. طبعا ربنا يسوع المسيح لما راح الجحيم دايما الملك بيبقى محاط بحاشية، حاشية الملك السمائي بيبقوا ملائكة ورؤساء ملائكة، عشان كده ممكن يقولوا رؤساء أو ملوك، فيحيط به ملائكة ورؤساء ملائكة، والجحيم له حراس. حراس الجحيم دول ايه؟ برضو ملائكة ايضا. فالملائكة المحيط، طبعا ده يا ولاد تصوير، الكتاب صوره لنا جت في المزمور كنوع من التصوير عشان نفهم ايه اللي حصل. فالملائكة اللي بترافق روح ربنا يسوع المسيح بيخاطبوا ملائكة الجحيم، يقولوا لهم: افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفع أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. فاللي جوا يقولوا: من هو ملك المجد؟ الرب القدير، العزيز القدير، القوي الجبار، القاهر في الحروب، هو ملك المجد. وهنا فجأة تفتح أبواب الهيكل وتنير الأنوار كلها، ويتقال خريستوس أنستي، والناس تفرح وبتعبر عن الفرحة اللي هي حصلت للأبرار اللي كانوا في انتظار الفداء. وبدأ النفوس الأبرار دول تنقل من الجحيم إلى الفردوس، وظل الفردوس مغلق، لم نسمع عنه إلا إمتى؟ مين يعرف؟ لما ربنا يسوع المسيح على الصليب قال للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. فده كان وعد منه ان خلاص اليوم، لان هيموت النهاردة. وفعلا دخل الفردوس، ومن هنا اصبح بيبقى فيه حاليا مكانين للانتظار. الجحيم مازال قائم بس للأشرار، واصبح النفوس البارة اللي هي يعني سيرتهم وحياتهم كانت لربنا وعاشوا بأمانة لي، بيبقى مكان انتظارهم الفردوس. وبتبدأ رحلة الانتظار دهيت إلى متى؟ إلى المجيء الثاني. هيبقى فيه، لأن قلنا الدينونة مش أول لما الإنسان يموت، شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت، قلنا لازم الجسد الإنسان يقوم يتحاسب جسد وروح، لأن كل حاجة عملها كويسة أو وحشة عملها في الجسد، فالكل هيقوم ويبدأ يتحاسب وهو في الجسد عما صنع بالجسد. طبعا المجيء الثاني ليه بنقول عليه مجيء ثاني؟ لأن المجيء الأول لربنا يسوع المسيح على الأرض
أما جه في ظهر في الجسد عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، فعشان كده ده هو المجيء الأول اللي فيه أخلى ذاته، أخذا شكل العبد صائرا في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان. لكن في المجيء الثاني هيجي للدينونة بقى. ازاي الكلام ده؟ لما جه ربنا يسوع المسيح صعد بمجد، التلاميذ ارواحهم متعلقه بربنا يسوع المسيح ومتاثرين جدا انه هيفارقهم بالجسد ويصعد. فظهر ملكين للاباء الرسل وطمنوهم، قالوا لهم ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء. هيجي تاني. وطبعا المجيء التاني ده في نبوات عنه في العهد القديم، وفي العهد الجديد كلام كتير كتير قوي عنه. يعني ملاخي النبي ملاخي 3:2 يقول ومن يحتمل يوم مجيئه، بيتكلم عن مجيء المسيح التاني، ومن يثبت عند ظهوره، لأنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القصار. فالمسيح له المجد هيجي، وهو نفسه قال للتلاميذ كتير، قال أنا أذهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت آتي لأخذكم إيه؟ الهاجي. وكتير يقول أنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب عمله. قال أنا آتي كتير، كتاب قال كتير، وهنقول بعض آيات كتيرة دلوقتي. الفترة طبعا اللي احنا عايشينها لغاية مجيء السيد المسيح فترة غير معلومة، لكن دايما الآباء والكنيسة والكتاب يعلمنا أنه قريب. يقول أنا آتي سريعا. حتى كان زمان في بداية المسيحية كان المسيحيين يحيوا بعض يقولوا ماران أسا، يعني الرب قريب. في ناس افتكروا أنه قريب خلاص حالا، القرب بالنسبة لهم في الزمن مش قادرين يدركوا الفرق بين الأبدية والزمن، وإن الزمن مهما طال يعتبر قصير جدا بالنسبة للأبدية. ففي ناس بدأوا يستهزأوا ويشككوا الآخرين، يقولوا فين مجيء دي؟ لا هيجي ده من زمان، وعمالين يقولنا هيجي هيجي لا هيجي ولا حاجة، نعيش براحتنا وناخد راحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه. ومعلمنا بطرس الرسول عبر عن ذلك بيقول ايه؟ ان في ناس في اخر الايام لما الفترة تطول شوية، يعني سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين ركض الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم
فطبعا الفطرة اللي هي من فداء المسيح له المجد على الصليب للمجيء الثاني فطرة غير معلومة. والبعض اللي شكك في كده الآباء الرسل نفسهم ردوا عليهم، والكتاب بيرد على اللي بيشكك في كل جيل. مش معنى ان فات 1000 سنة 2000 سنة يبقى خلاص ده كلام يعني مالوش يعني اساس من الصحة. لا، قديس بطرس بيقول ايه على الناس كده، بيقول قائلين اين هو موعد مجيئه، لانه من حين رقد الاباء كل شيء باطن هكذا. فيقول لا يخفى عليكم أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. يقول لهم انتوا بتفكروا ازاي؟ الزمن ما يتحسبش بالطريقة بتاعتكم دهيت. انتوا بتحسبوها باليوم والسنة، ده 1000 سنة بالنسبة لربنا كيوم. فمحدش يقول اتأخر. معلمنا بولس الرسول يقول أم تستهين بغنى لطفي وإمهالي وطول أنات غير عالم أن لطف الله أنما يقتادك إلى التوبة، لكنك بقساوتك وقلب غير التائب تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب واستعلان دينونة الله. والقديس بطرس الرسول يقول احسبوا أنات ربنا خلاصا، بدل ما تقولوا ده مش جاي وتأخر، استفيدوا بالوقت لخلاص نفسكم، لأن بيدي فرصة للتوبة. وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح ونبه ليه في إنجيل معلمنا لوقا، أما بيتكلم على الوكيل اللي هو قال سيدي يبطئ قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. كل اللي هيمر بالبشرية ربنا سبق ونبهنا ليه. الإنجيل اللي بنقراه في نص الليل اللي هو بيبدأ لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. طبعا الفطرة دي غير معلومة، لكن ربنا إدى علامات عشان برضو البشرية تنتبه. في علامات عامة شوية وفي علامات تدل على انه قرب قوي. يعني في متى 24 كلام كتير، يمكن الإصحاح كله بيتكلم عن اللي هيحصل قبل المجيء الثاني. لما جه التلاميذ سألوا ربنا يسوع المسيح عن علامة مجيئه وانقضاء الدهر، فقال لهم بعض الحاجات. قال انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. ايه تاني؟ قال لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن،
ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إل ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى ويتكلم على ضيقات هتحصل وحاجات كتيرة طبعا تصاعدية. يقول تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. مات ابن الإنسان الصليب صح. فطبعا هيكون في علامات كتيرة، كل ما بيقرب الوقت بتظهر أكتر في تاريخ البشرية، كل ما يقرب تظهر إيه أكتر. أما تقرب قوي نلاقي الشر بيزيد شوية. قل سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين حسب شهوات أنفسهم. معلمنا بولس الرسول يقول برضو من ضمن العلامات، يقول فإنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس الله في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. اللي هو مين؟ تفتكروا معلمنا بولس الرسول بيتكلم على مين هنا؟ يعمل بكل قوة الشيطان، بكل خديعة الاسم في الهالكين، ليهلك ولو أمكن المختارين أيضا. الدجال صح. في حاجات بقى بتورينا ان قربنا اكتر بقى. اول حاجة اللي ربنا يسوع المسيح قاله على شجرة التين، قال من شجرة التين تعرفون المثل، متى لانت اغصانها او متى صار غصنها رخصا تعلمون ان الصيف قريب على الابواب. ما هي شجرة التين؟ ليه قال شجرة التين؟ فاكرين في الأسبوع الأخير قبل الصلب ربنا هو ماشي في الطريق لما جاع وشاف شجرة التين مورقة وملقاش فيها ثمر فلعنها، قال لا يأكل منك أحد ثمر قط، فجفت ويبست في الحال. الشجرة دي تفتكروا ربنا كان يقصد الشجرة كشجرة، ولا كانت إشارة لحاجة معينة؟ إشارة للأمة اليهودية. الجاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، ما قبلهوش. لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا زي شجرة التين اللي جفت. وتشتت اليهود وتفرقوا في كل أنحاء العالم. فشجرة التين كانت تشير لمين؟ للأمة اليهودية. قال متى لنت أغصانها، أما يبقى لها وجود وكيان وتخضر تاني، اعلموا أن الصيف قريب.
يا ترى العلامة دي تمت ولا ما تمتش؟ حد يعرف؟ ده انتوا يظهر يعني. نعم مظبوط. فدي علامة. في علامة كبرى أخرى اللي هي قالها القديس بولس الرسول في تسالونيك، قال لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك، اللي هو قال عليه القديس يوحنا سمعتم أن ضد المسيح يأتي، اللي بنسميه أنتي كرايست. اللي هو الدجال، وده هيجي في نهاية الأيام. فدي علامة كبرى، مجيئه هيكون بكل عمل الشيطان، بكل خديعة الاسم في الهالكين، ولأن الشيطان هيديله كل قوته عالما أن له زمانا يسيرا. فبيبدأ بقى عايز، عارفين لما واحد يكون مهزوم في مباراة ولا حاجة وخلاص بقى من الزمن وقت قليل، تلاقيه بينتحر عايز يعوض أو يعمل حاجة يعني. فالشيطان هيديله كل قوته في الوقت اللي هيقول فيه الكتاب من أجل كثرة الاسم تبرد محبة الكاسرين. هيكون الروح المؤمنين يعني في برود شوية، وفي المقابل الشيطان بيدي للدجال كل قوته. لكن يا ترى ربنا بيسيب كنيسته وولاده؟ لا، يقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فربنا بعلمه السابق وبحنانه وبرعايته لولاده، لأن عارف مش هيكون في شخصيات قوية في ذلك الوقت تقود المؤمنين في الحرب ضد الدجال، فأبقى من آلاف السنين شخصيتين عظيمتين قويتين هما أخنوخ وإيليا، ما زالوا أحياء. أخنوخ صار مع الله وأخذه وهو حي، ما ماتش. كل البشر ماتوا ما عدا اتنين لسه ما ماتوش. وإيليا اتخذ في مركبة نارية. ليه خدته يا رب؟ لأن هيجي تاني. يقول سمعتم إن إيه؟ إيليا يأتي. أما اليهود سألوا المسيح، قالوا سمعنا إن إيليا يأتي. فكلمهم عن يوحنا المعمدان، قال لهم إيليا أتى ولم تعرفوه، كان إشارة ليوحنا المعمدان، لكن إيليا نفسه هيجي، وده اللي اتكلم عنه في سفر الرؤيا الإصحاح 11، الشيخان اللي هيقودوا الكنيسة في الحرب ضد الدجال. أنا طبعا الموضوع طويل شوية مش هقدر أشرحه لكم، بس أنا بديكم الرؤوس بتاعته. فمن ضمن العلامات الحاجات العامة اللي قلناها دهيت مجاعات وحروب وأوبئة وكراهية، يبغضون بعضهم بعض، قوم مستهزئين سالبين عديم النزاهة. الكتاب يوصف حاجات، صفات كتيرة، صفات وحشة كتير تنتشر، واللي أكتر منها يعبر القديس بولس الرسول يقول فإنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. والارتداد ده أنواع، ارتداد عقيدي، ارتداد أخلاقي، ارتداد روحي، دي كلها تسبق المجيء. لكن في النهاية سيأتي المسيح له المجد في مجد، ولما يجي في مجده غير لما جه في المجيء الأول. القديس بولس الرسول يقول إيه؟
عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه بالمجد في جميع المؤمنين. فربنا هيجي بمجد عظيم في اليوم الأخير، وهتكون علامة مجيئه ظهور الصليب في السماء. وما اتكلم عن ميعاد مجيئه قال سيأتي قلس. يعني ايه قلس؟ يعني محدش يعرف. تعرف يكون واحد حرامي كده عايز يسرق، يختار مواعيد محدش يتوقع انه ايه هيروح فيها خالص، فيما في ناس لهين عن حياتهم الروحية والاهتمام بخلاصهم يأتي فجأة بمجد عظيم. أول حاجة يظهر علامة ابن الإنسان في السماء الصليب، و يوم ما هيجي هتكون نهاية العالم والقيامة بقى على طول. يعني بص تلاقوا في علامات أخيرة في اليوم الأخير. يقول تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء، قدوات السماوات تتزعزع. معلمنا متى يقول حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. قديس يوحنا الحبيب في سفر رؤيا ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. معلمنا بطرس الرسول تقول تزول السماوات بضغيظ وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ده في يوم القيامة نفسه يا أولاد، في اليوم اللي هيجي فيه السيد المسيح بمجد عظيم. لأن هيئة هذا العالم تزول، دي في كورنثوس الأولى 7. في رؤيا برضه يقول تنزل نار من عند الله من السماء وتأكل الأشرار الذين عددهم كرمل البحر الذين يحاربون القديسين، وأما إبليس الذي كان يضلهم فيطرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. فربنا هيجي بمجد عظيم. اللحظة اللي هيجي فيها هتكون مرعبة جدا 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 للأشرار، لدرجة يقولوا للجبال اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش. تخيل الواحد اللي بيخاف من حصواية تغبطه يتمنوا لو أن الجبال تسقط عليهم وتغطيهم عشان ما يشوفوش منظره البهي المهوب العظيم. لكن على قد الفزع والرعب والرهبة والخوف اللي هيشعر بيها الأشرار، على قد الفرح والسعادة والبهجة اللي الأبرار هيقابلوا بها السيد المسيح له المجد. عشان كده يقولوا سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. لهم خلاص أنا جيت،
مفيش ظلم بعد كده، مفيش آلام، مفيش تعب. لكن هو هيجي، هي الكلام ده احنا بنقوله في ناس عايشة، مش العايشين بس اللي هيشوفوا كده، ده في لحظة واحدة هيحصل الآتي. قال قبل كده في إنجيل معلمنا يوحنا، قال تأتي ساعة وهي الآن، فيها يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. أما بيقول ساعة وهي الآن، اللي هي لما جه وأعطانا الخلاص وعلمنا وصاياه. قال السامعون يسمع الأموات صوت ابن الله، الأموات هنا الأموات بالخطية، والسامعون يحيون، زي ما بيقول من آمن بي كما قال الكتاب ولو مات فسيحيا. لكن أرضف بعد كده قال إيه؟ قال تأتي ساعة. شوفوا الفرق بين هي آية واحدة طويلة، الجزء الأول إيه وشوفوا بقيتها بتقول إيه. قال تأتي ساعة فيها يسمع كل الذين في القبور صوتا. هنا بيقول أتكلم على اللي في القبور، الميتين في القبر، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فمجرد صوته ما يعلن، كل اللي في القبور هيقوموا، كل الأموات أبرار وأشرار، وهيقوموا بجسد، بالجسد بتاعهم بس في صورة أخرى. طب واللي عايشين اللي ما ماتوش لسه وما زالوا بجسدهم الصورة اللي احنا فيها دلوقتي، دول هيحصل ايه؟ يقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة لكورنثوس، هوذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت لابد يلبس عدم موت، حينئذ يبتلع الموت إلى غلبة زي ما بيقول الكتاب. فالأموات هيقوموا بجسد عديم الفساد، والأحياء اللي موجودين في لحظة الجسم بتاعنا أو بتاعهم اللي عايشين طبعا يتغير للصورة اللي الأموات قاموا بيها. قال في لحظة في طرف نتغير، الواحد يلاقي نفسه جسده في الصورة اللي هيعيش بيها بقى إلى الأبد. لكن في حاجة حلوة بقى، تتقال يعني، الكل هيقوم، أبرار وأشرار، والأحياء الكل هيتغير، الكل هيلبس جسد غير قابل للموت بقى، وغير أو عديم فساد بمعنى أصح. لكن الأشرار هيقولوا للجالس على العرش
يداروا وشهم كده ويقولوا الجبال غطينا من وجه الجالس على العرش. الأبرار بقى والقديسين سواء الراقدين أو الأحياء هيبقوا فرحانين قوي لدرجة انهم هيطيروا من الفرحة. بس لما بقول هيطيروا من الفرح مش زي كلام احنا بنقوله مع بعض انك ده انا هطير من الفرح، احنا بنقولها كلام كده تعبير ادبي بلاغي، ده فلان ده هيطير من الفرح، ده فلانة دي طارت من الفرح. لكن هي طارت ولا هو طار؟ ما طاروش، لكن في اليوم الاخير هنطير بالفعل من فرحهم وشوقهم. ربنا هيدي إمكانية إن يختطفوا كده ويلاقوه على السحاب، هو جاي مع جيوش الملائكة بتاعته. فزي ملك عظيم بيبقى جاي وحاشيته محاط بسحابة من الملائكة والنورانيين، ولما يكون شخص عظيم جاي الناس بتستقبله من قبل ما يوصل، تلاقي على المشارف كده يفضلوا منتظرين عشان يكونوا في استقباله. وأول لما يجي ما ينتظروش لما هو يجي لهم، على قد الشوق وعلى قد الحب. فتلاقوا الإنسان لما يشوف حد حبيبه جاي ما ينتظرش كده لما يكونوا يجري عليه من الفرح. وده اللي احنا بنقوله دايما ومفروض نبقى عايشينه في كل صلاة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. وما بنيجي نقول ننتظر مش ويتنج، تنجشت جشت يعني نترقب، واتشنج واحد عمال يراقب، نترقب مجيئه، مش واحد قاعد ينتظر كده، لا ده زي واحد عمال يبص من الشباك ومن البلكونه ومن البرج يراقب امتى يجي. معلمنا بولس الرسول يصور هذه اللحظه الجميله، يقول ايه؟ إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. مش هنسبقهم، الكل هيقوم الأول، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين. يعني في أموات هيقوموا وإحنا الأحياء اللي هنتغير، إحنا وهم الأحياء واللي كانوا ماتوا قاموا، سنخطف جميعا. سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الله، يعني حاجة جميلة قوي. على قد ما الأوصاف الصعبة المرعبة في المجد والبهاء ورهبة مجيء ربنا يسوع المسيح، على قد الرعب اللي هيكون للأشرار، على قد في النقيض الناحية التانية الكتاب يوصف لنا بشيء من التفصيل الجميل اللحظة دهيت اللي بتعبر عن فرح لا ينطق به ومجيد. ازاي الأموات هيقوموا؟ الأبرار منهم والأبرار اللي عايشين يتغيروا في لحظة، وهو جاي من فوق كده هم ربنا يديهم إمكانية يطيروا لملاقاة الرب على السحاب. ويقول تعبير جميل قوي، لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. مش عايزين أي حاجة غير كده.
هو ده المتعة والفرح والمجد. طبعا إيماننا بالقيامة، إن في قيامة هتحصل، ده تعليم كتابي، تعليم كتابي، لكن أقوى برهان إن إحنا هنقوم وفي قيامة، تفتكروا أقوى برهان هو إيه؟ قول يا حبيبي. نعم؟ مش سامعك. صح، بس أقوى برهان إنه هو نفسه قام، إن المسيح قام، وبرهان قيامته موجود اللي هو في القبر برضه، لكن قيامته هو إنه قام. لأن إحنا لما بنقول هنبقى إيه في القيامة؟ هنتحول لإيه؟ القديس يوحنا يقول تعبير حلو قوي، يقول الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أننا سنكون مثله، ولكننا نعلم أننا سنكون إيه؟ مثله، زي ما هو قام، وقام بنفس الجسد، لأن هو قال جسوني وتحققوا مني، ولكن هيبقى بغير فساد، مش محتاجين ناكل ونشرب، لأن مفيش موت، مفيش مرض، لكن الحقيقة ده هي حقيقة القيامة بالنسبة لينا كمسيحيين، حقيقة قوية جدا. فاكر مرة زمان كنت ماشي مع واحد زميل ليا، كان زميل عزيز وأحبه، وكنا ماشيين كده في شارع الجامعة، فبصيت لقيته بيقول لي إيه، عمالين يقولوا لنا في حساب ومجازاة وقيامة، وعايزين يحرمونا من حياتنا ونتمتع بعيشتنا وكده، ايش ضمننا ان في قيامة؟ فانا بتلقائي قلت له بس انا متأكد ان في قيامة. قال لي ازاي؟ قلت له لان المسيح قام، لان المسيح ايه؟ قام. فقيامة المسيح برهان للقيامة، هذا البرهان برهان حي قائم مدى الأيام، فالمسيح قام وقبره فارغ، ليس فيه رفات أو عظام، بل بزغ ويبزغ منه النور كل عام. فده بيعطي برهان قوي للقيامة بالنسبة لنا. شوفوا انتم ما بتشوفوا دلوقتي، نشكر ربنا بيجيبوها في التلفزيونات والحاجات دي، لحظة شعور جميل، برهان قوي بيخلي كل الحقائق دهيت اللي بنحكي عنها ما هيش كلام، لأ دي حقائق حية مبرهنة. طبعا إيماننا بالقيامة دهية مهم، لأن سيعقب القيامة دينونة،
فاحنا قلنا رحلة الإنسان بتبتدي بأول خلية بتتكون في بطن الأم، بيعيش فترة ما تطول أو تقصر على الأرض، بيموت فتنفصل الروح عن الجسد وتظل الروح في مكان الانتظار سواء الجحيم أو الفردوس إلى المجيء الثاني فيه يقوم الجميع وتكون الدينونة بالأنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب عمله وعما صنع بالجسد. يقول للأبرار تعالوا إلي مبارك أبي، رسل الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني عطش، يعني كل حاجة يقولها. وبعد عننا كلنا يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل علي الاسم لأنكم عملتوا كذا وكذا وكذا. لكن مش دينونة مش هتكون بالجملة، دينونة عادلة جدا جدا جدا، لأنه يجازي كل واحد حسب عمله. ده يقول الكتاب ستعطونا حسابا عن كل كلمة بطالة. بطالة مش شرط انها يعني شريرة، يعني ملهاش لازمة. فالحساب عادل بميزان حساس. عشان كده بنقول في القداس ويعطي كل واحد وواحد كنحو أعماله. وبحب قوي في اللغة القبطية يجيبوها واحد واحد، إتهابة إيكوميني تن أوزيكي أوسين وهف ناطم بي أواي بي أواي قاطاني به في أوي، يعني حسب عن بي أواي بي أواي، يعني واحد واحد. وبالعربي لازم تترجم واحد واحد. فيها بقى بعض أباء كهنة يقولوا يعطي كل واحد كنحو أعماله، لا هي لازم واحد إيه واحد واحد بإشارة يعني واحد كل واحد له قيمة كنحو أعماله. فطبعا يتنقل اللي في الفردوس للملكوت، والأشرار مع الشيطان يلقوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ويظل إلى الأبد. من الذي سيدين العالم؟ ربنا يسوع المسيح. ليه تقال إن أقنوم الكلمة أو الإبن أو السيد المسيح هو اللي هيدين العالم؟ لأن هو اللي خلصهم. يعني هو اللي خلقهم وخلصهم وفداهم واشتراهم بدمه ومات لعجلهم، وهو اللي خد طبيعتنا وقال تعلموا مني، يعني ادانا النموذج اللي نعيش على أساسه. فكان لابد انه هو اللي ايه اللي يدين، وهو نفسه قال الأب لا يدين أحد ولكن أعطى الحكم كله للإبن. هو الذي سيدين. طبعا دينونة عادلة، يقول أننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا.
كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. طبعا في آيات كتيرة حاجات انتوا عارفينها، ويقول في سفر الرؤيا بقى يقول: وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. يقول: أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. خلي بالكم في كتير يستهينوا بالكذب يا ولاد، خطية الكذب دي في ناس تفتكرها دي خطية بسيطة قوي، من أسوأ الخطايا. وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. الله، طب ده حاجة صعبة قوي يعني كده، يعني نروح احنا فين في ده كله؟ يقول لك القديسين هناك سيكونون كالكواكب. طب ازاي واحنا هنروح فين في ده كله بقى؟ ده الحكاية تبقى صعبة قوي. هيكون لنا نصيب ولا لأ؟ ده الواحد يشعر نفسه انه ضعيف قوي وصغير قوي على الحاجات ده. هي يخاطبنا ربنا يسوع المسيح يقول: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. القطيع الصغير الضعيف: ما تخافش، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الإيه؟ الملكوت. طب احنا مش قادرين يا رب، قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا، لكن نقول مع معلمنا بولس الرسول: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فأهم حاجة يا ولاد ان الانسان في رحلة حياته على الارض دايما يستنجد بربنا. يقول: ناظرين إليه، كل الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تغزى أو لم تغزى. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الشاطر اللي يطلب ملكوت ربنا أولا وهيلاقي كل حاجة جاية له بعد كده، مش هيتحرم من حاجة. اوعى تفتكروا اللي بيعيشوا مع ربنا بيحرموا نفسهم من حاجات، أبدا. أكتر ناس بيستمتعوا بالحياة على الأرض ولاد ربنا برضو، ودي أهمية عقيدة القيامة في حياتنا الروحية. تفتكروا لولا العقيدة دي موجودة كان حد يعمل خير؟ كان حد يتعب ويشقى ويدي فقير؟ لا، عايز كل حاجة لخيري في الأرض كله ليا. كان حد يبذل نفسه عن أحبائي ويضحي من أجل غيره؟ لولا العقيدة ده هي موجودة كان حد يعمل كده؟ لولا العقيدة دي كان حد يغفر لأخوه؟ لكن عقيدة القيامة والحساب تخليني أغفر، لأن أنا برضو ليا ضعفات، فالإغفروا يغفر لكم. فلو أخويا غلط وضايقني في حاجة
انا احطها احسبها كده، طيب انا لو غفرت له ربنا هيغفر لي خطاياي الكتيره قوي دهيت اللي انا بعملها، فانا اغفر عشان ربنا يغفر لي. فتلاقي حابب الانسان يعمل خير. لو واحد مش عايز يدان في اليوم الاخير ما يدينش حد، لانه هو قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. وكلكم عارفين قصة القديس اللي هو كان في راهب عايش حياة طبيعية عادي خالص، يعني جهاده مش كتير قوي في الأصوام والعبادات مش زي غيره، لكن ساعة موته لقوه فرحان ومبسوط ومرتاح، فجمع حواليه الآباء الرهبان فعايزين ينتفعوا، قالوا له بس احنا شايفينك يا أبانا يعني مبتهج قوي، في حين ان ما كانش جهادك يعني كتير زي ما بنسمع وبنشوف. قال لهم لاني واثق من وعده، هو وعد بحاجة وانا واثق في وعده، والحاجة اللي وصى بيها دي انا نفذتها. ايه هي؟ قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. وانا حرصت طول حياتي ان ما ادينش حد، عشان كده انا واثق ان هو مش هيدني. اهي دي حاجه بسيطه كتير بنقع فيها يا اولاد، ندين بعض. واحيانا ادانا بالباطل كمان، ممكن ناس تتكلم على ناس ادانات ما تكونش حقيقيه، وممكن ناس تشهر بناس، وخصوصا في الحاجات الحديثة بقى في وسائل التواصل الاجتماعي، ناس تكتب حاجات على حد وتشوه وتغلط من غير ما تدرى ان بيحكموا على انفسهم بدينونة صعبة. اذا كان اللي بيغلط بالفعل مش من حقي ادينه، كم وكم لما ادين وانا يعني مش بصدق، أو أدين وأنا مش من حقي أدين. إيماننا بالقيامة بيسهل لنا طريق التقوى، لما يكون في شدة وضيق نقول معلش ده يومين عايشينهم ومش هتدوم كده، بعد كده في أفراح في أبدية. فالعقائد اللي احنا بندرسها دهيت بتتحول تنعقد عليها النفس وتتحول لسلوك روحي يعيننا في طريق السماء وفي طريق خلاص نفسنا وفي تنفيذ الوصايا، بنبقى واثقين وراسخين بمن نؤمن وبما نؤمن. أنا هكتفي بهذا القدر، حاولت أختزل لكم بقدر الإمكان الموضوع.